يواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن المنتخب الموريتاني في 7 مساء اليوم، وذلك في استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب. يتصدر المنتخب الوطني مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا الذي يحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد 3 نقاط.